44% انخفاض مبيعات السيارات. باناميرا الجديدة في مصر. أخيراً حملات لملاحقة السياس. سيارة عملية جداً في تور درايف. الهضبة وصورة بي ام دبليو نادرة. تويوتا ترعى باسم يوسف. وآخر أخبار نيسان وفورد في مصر. اهلا بكم. نبتدي حلقتنا بمجموعه من الاخبار المهمه. مجلس معلومات مسوق السيارات الامك اعلن عن حجم مبيعات العربيات الجديده بكل انواعها خلال شهر نوفمبر اللي فات، واللي جاب انخفاض متوقع بنسبه 44% مقارنه بنفس الشهر سنه 2015، وسجل بيع 12169 عربيه مقابل بيع 21809 عربيه خلال شهر نوفمبر 2015. واكد التقرير على انخفاض مبيعات عربيات الركاب نوفمبر اللي فات بنسبه 43% مسجله بيع 8739 عربية، بعد ما كانت في نوفمبر 2015 15448 عربية. ومن ناحية تانية انخفضت مبيعات العربيات المجمعة محليا بكل أنواعها من أول السنة اللي فاتت وحتى نوفمبر بنسبة 18.8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، مسجلة بيع 95131 عربية بعد ما كانت 117113 عربية في نفس الفترة من 2015. وطبعا سجلت مبيعات العربيات المستوردة من أول السنة اللي فاتت ولحد نوفمبر انخفاض متوقع بنسبة 34.1% مقارنة بنفس الفترة من السنة اللي فاتت، مسجلة بيع 90635 عربية بعد ما كانت 137479 عربية في نفس الفترة من 2015. وأخيرا بورشا باناميرا الجديدة وصلت مصر بعد طول انتظار. دي أول صور للعربية الجديدة قدرنا ناخدها من شركة SMG وكيل علامة بورشا الألمانية في مصر، لكن ما تقلقوش وما تستعجلوش لاننا على مدار الحلقات اللي جايه هنقدم لكم مفاجآت تانية عن باناميرا الجديده بس على برنامجكم الجراج، خليكم تابعنا. وحدات مباحث المرور بتشن حملات مستمره ومكثفه بالتنسيق مع محافظات مختلفه عشان تردع اي حد بيتعدى على اراضي الدوله تحت مسمى سايس، وهي الناس اللي بيستغلوا الاماكن المخصصه لانتظار العربيات في الشوارع بدون ما يكونوا حاصلين على تصريح بمزاوله المهنه. المصدر نشد المواطنين ان هم يبلغوا عن اماكن ساحات الانتظار الغير قانونيه، واشار لان الاداره العامه للمرور خصصت رقم تليفون للمواطنين واصحاب العربيات للتبليغ عن مضايقات السياس. الرقم هو 011-45-44. النجم المتالق دائما عمرو الدياب نشر صوره ليه من خلال صفحته الرسميه على فيسبوك، متصور جنب عربيه بي ام دبليو فخمه ونادره جدا من طراز X5 Stretch Limo Limited Edition. العربية الخاصة جدا اللي نشر الهضبة صورتها بتعتبر من أكتر طرازات الستريتش ليموزين فخامة، وبتستوعب 14 راكب في صالونها المميز جدا. الشركة المركزية وكيل علامة تويوتا في الأردن كانت الراعي الحفل باسم يوسف من خلال الحدث الكبير اللي بتنظمه تحت اسم تويوتا كوميدي. الحفلة أقيمت يوم 12 و13 يناير في المركز الثقافي الملكي في عمان، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الستاند اب كوميدي في العالم العربي. نيسان موتور ايجيبت اختتمت فعاليات مسابقة مهارات نيسان اللي ابتدت مؤخراً في مصر، السودان ومنطقة شمال أفريقيا، والأسبوع اللي فات تم الإعلان عن الفائزين في حفل تكريم شهد حضور العديد من مسؤولي شركة نيسان وشركائهم المعتمدين. من ناحية تانية، شركة نيسان موتور إيجيبت أعلنت عن استمرارها في تقديم مجموعة من العروض على خدمات الصيانة وقطع الغيار في جميع مراكز الخدمة لعملائها، وده استمراراً لحملتها اللي بدأتها في يونيو اللي فات، والعروض بتتضمن تخفيضات بتوصل ل 20% على أسعار قطع الغيار وأعمال الصيانة، بالإضافة لفحص مجاني، وده بمناسبة الاحتفال بالسنة الجديدة، والحملة هتستمر لنهاية الشهر الحالي. أوتو جميل وكيل علامة فورد في مصر افتتح الأسبوع اللي فات أحدث مركز صيانة 3S في طنطا. المركز هو نتيجة التعاون المثمر والمشترك ما بين أوتو جميل والجندي موتورز، وبيعتمد على تقديم مفهوم خدمات 3S واللي بتشمل خدمات البيع لموديلات فورد وإكسسواراتها المختلفة، وخدمات الصيانة والسمكرة والدهان، ومنفذ بيع قطع غيار فورد الاصليه تحت سقف واحد. عربيه كتير مننا ما يعرفش عنها حاجه، تعالوا نشوفها مع بعض في التور درايف. العربيه اللي هنتكلم عنها النهارده دخلت السوق المصريه من فتره قريبه جدا، وبسبب طبيعتها العمليه وشكلها الرياضي قدرت انها تكون الاختيار الاول لكتير من العملاء اللي بيفضلوا فئه الكوباك سيدان. معانا النهارده هيونداي سولاريس.
اول ظهور للسولاريس عالميا كان سنه 2014، وفي مصر ظهرت مع بدايه 2016. العربيه متوفره بموديلين، موديل سيدان وموديل هاتشباك، ودي تعتبر احدث موديلات هيونداي في مصر. ودلوقتي تعالوا نبدا فقرتنا مع الشكل الخارجي للعربيه. لو بصينا على ظهر العربيه هنلاقي ان ظهرها انسيابي جدا مع حجم العربيه. انا شخصيا عجبني الخط اللي في النص اللي بيربط ما بين الفانوسين اللي ورا، وخصوصا ان رسمه الفانوس دي تعتبر رسمه انيقه جدا، بياخد من الاصطدام الخلفي لغايه السبويلر اللي موجود في سقف العربيه. كل الشكل ده بياكد لنا شخصيه العربيه الرياضيه. اما شنطه العربيه بقى مساحتها 470 لتر، ودي مساحه كويسه جدا بالنسبه للعربيه، وفي امكانيه انك تفتح الشنطه من جوه العربيه. لو بصينا جنب العربيه هنلاقي ان في اثنين شولدر لاين بيعملوا تناسق ما بين وش العربيه وظهرها، كمان هيونداي مزوده بمرايه كهرباء مطليه بنفس لون العربيه وفيها اشارات. وش العربيه له تصميم مميز جدا، بمعنى انك اول ما تشوف سولاريس في الشارع هتعرف انها واحده من عائله هيونداي. والسبب الرئيسي في ده ان شركه هيونداي بتعتمد على لغه النحت السائل في اغلب موديلاتها. لو بصينا بقى على التفاصيل هنلاقي ان تصميم الفوانيس اللي بتسيطر على جزء كبير من وش العربيه، كمان الشبكه اللي بتتوسطها علامه هيونداي، وفتحات التهويه والفوج لايتس المدمجه في الاكسدام. ودلوقتي هكلمكم عن ابعاد العربيه وبعد كده نطلع نجربها. طول سولاريس 4.37 متر، وعرضها 1.70 متر، والارتفاع 1.47 متر. اما عن قاعده العجلات فهي طولها 2.59 متر، والخروج الارضي 160 ملم. واحنا ماشيين كده خلينا نتكلم عن موتور هيونداي سولاريس. موتور العربيه 1400 سي سي، الموتور ده بيولد قوه بتوصل ل 107 هورس باور، وعزم بيوصل ل 135 نيوتن متر. الموتور كمان 4 سلندر 16 سباق بتكنولوجيا سي في في تي، وبيتصل بنقل الحركه اوتوماتيك 4 سرعات. لو اتكلمنا عن البنزين هنلاقي تانك البنزين بيشيل 43 لتر، والعربيه بتعتمد بنزين 92. وزي كل مره دلوقتي هنعمل اختبار صاحب العربيه، يعني هنبدا العربيه من الصفر من حاله الوقوف لغايه ما نوصل ل 100 كيلو متر في الساعه. هنشوف قوه الموتور بمعنى اصح بالمقارنه بحجم العربيه. ده بيبان، انا متوقع ان العربيه من حجم الموتور ال 1400 سي سي مش الموتور هيكون بالقوه اللي هي بتبقى موجوده في عربيات ثانيه كتير، لكن خلينا نشوف على ارض الواقع اللي هيحصل. دلوقتي هنبدا 3 2 1، يلا. اعتقد ان قوه الموتور بالنسبه لحجم العربيه هو زي ما انا قلت متوسط، مش قوي ومش ضعيف. العربية من جوه زيها زي اغلب موديلات هيونداي، بتتميز بالتناسق والعملية في نفس الوقت. سولاريس كمان بتوفر لك كماليات كتيرة، من ضمنها الطارة المالتي فانكشن، نظام ساوند سيستم، راديو سي دي ام بي 3 مع 4 سماعات، ووصلة اي يو اكس زائد يو اس بي، وبلوتوث لتوصيل التليفون، ومساند راس امامية وخلفية، وازاز كهرباء امامي وخلفي مع تحكم من لمسة واحدة، وريموت كنترول مع سنتر لوك الابواب، وطارة مالتي فانكشن، كمبيوتر رحلات، باور ستيرنج، ولوحة عدلات بتكنولوجيا تي اف تي للإضاءة، وإمكانية طي الكنبة الخلفية بنسبة 40-60، وتكييف يدوي. وطبعاً الأوبشن دي بتزيد أو تقل حسب الفئة اللي أنت بتطلبها. وبالنسبة لمواصفات الأمان هنلاقي إن سولاريس بتوفر لك مواصفات أمان عديدة جداً.
زي الاير باجز الاماميه للسواق والراكب الامامي ونظام اي بي اس وايموبلايزر ضد السرقه ومساعد ركن من خلال سنسور خلفي. وبكده بنكون احنا تقريبا اتكلمنا عن كل حاجه خاصه بالعربيه. مش فاضل بس انك تحدد احتياجاتك وميزانيتك وبعدها ممكن تاخد القرار. لاحقا 2016 عام الارقام القياسيه للسيارات. الفئه الخامسه سياره العام. وكيا ستينجر تحصد الجوائز. فيات باندا تقهر الصحراء. رغم انخفاض مبيعات العربيات في السوق المحلي لسنة 2016 واضح ان احنا بس اللي حصل لنا كده السنة اللي فاتت، لان سنة 2016 كان وشها حلو جدا على عدد كبير من شركات العربيات العالمية اللي اعلنت تحقيقها ارقام قياسية وزيادة كبيرة في مبيعاتها، واللي كان من ضمنها شركة بورشا اللي حطمت السنة اللي فاتت رقم قياسي جديد في المبيعات باجمالي 237 الف عربية وبزيادة نسبتها 6% عن 2015، وخصوصا في اسواق الشرق الاوسط والاسواق الاسيوية اللي زادت، جت في المركز الأول على مستوى حجم زيادة المبيعات. وكمان شركة أودي اللي حققت أكبر مبيعات في تاريخها وهي 1.8 مليون عربية عالمية بزيادة نسبتها 3.8%. أما شركة مرسيدس فالسنة الثانية على التوالي قدرت تتربع على عرش مبيعات الفئة الفخمة أو البريميوم سيجمنت بإجمالي مبيعات 2,083,888 عربية علشان تحتفظ بالصدارة في حجم المبيعات من BMW اللي حققت مبيعات 2,003,359 عربية عشان تحتل المركز الثاني في الفئة الفخمة. لكن على الرغم من كده برضه مجموعة BMW قدرت تحقق مبيعات قياسية للسنة السادسة على التوالي بزيادة 5.3% في عدد العربيات اللي تم تسليمها للعملاء من قطاعات BMW وميني وقطاع موتوراد للموتوسيكلات، وخصوصا ميني اللي لأول مرة تخطت مبيعاتها ل 360 ألف عربية بزيادة كبيرة نسبتها 6.4%. اما مجموعه فولكس فاجن فواضح ان فضيحه ديزل جيت ما اثرتش عليها لانها ولاول مره في تاريخها قدرت تكسر حاجز ال 10 مليون عربيه، ووصل اجمالي مبيعات الشركه الالمانيه والعلامات التابعه ليها ل 10.3 مليون عربيه عالميا بزياده 4% عن سنه 2015 عشان تحتل المركز الاول في العالم على مستوى المبيعات في 2016، متفوقه على تويوتا اللي احتفظت بالمركز ده خلال الاربع سنين اللي فاتت على التوالي. اما شركه لامبورجيني فهي كمان سجلت اعلى مبيعات في تاريخها بإجمالي 3,457 عربية بزيادة 7% علشان تواصل تحطيم الأرقام القياسية للسنة السادسة على التوالي. وعلى نفس النهج برضه شركة ماكلارين اللي زادت مبيعاتها بنسبة 100% تقريبا حققت رقم قياسي تاريخي بإجمالي 3,286 عربية، وبالنسبة لشركة رولز رويس فقدرت تحقق تاني أفضل مبيعات في تاريخها بزيادة 6% وبإجمالي 4,011 عربية رغم أن مبيعاتها انخفضت في الشرق الأوسط المرة الأولى السنة دي. اما مجموعه PSA بيجو سيتروين فهي كمان زودت مبيعاتها للسنه الثالثه على التوالي باجمالي 3,146,000 عربيه وبزياده نسبتها 5.8%. الفئه الخامسه من BMW قدرت تحصل على لقب سياره العام او كار اوف ذا يير، وده في المسابقه السنويه اللي بتنظمها مجله وات كار الانجليزيه لاختيار افضل العربيات من 15 فئه مختلفه وافضل عربيه في السنه واللي حصلت عليها الفئه الخامسه. وعن فئه العربيات الاس يو في الصغيره فازت سيات اتيكا، وعن فئة الاس يو في الكبيرة فازت سكودا كودياك الجديدة، وجائزة الأمان فازت بيها تويوتا بيريوس، أما جائزة أفضل تكنولوجيا ففازت بيها بيجو 3008، وعن فئة اختيار القراء لأفضل عربية ففازت بيها هوندا سيفيك تايب آر، أما جائزة أفضل عربية ملائمة للمدن ففازت بيها هيونداي اي 10. عربية كيا جي تي الريادية الجديدة ستينجر قدرت إنها تحصل على جائزة أفضل تصميم في معرض ديترويت الدولي اللي بتتنظم على هامش المعرض تحت اسم ايز اون ديزاين، بعد اختيارها من لجنة مكونة من أكبر خبراء تصميم السيارات في العالم علشان تتفوق على عدد كبير من الموديلات المختلفة اللي تنافست على اللقب. أما جائزة أفضل تصميم لعربية اختبارية في المعرض فكانت من نصيب نيسان في موشن 2.0، وجائزة أفضل تصميم لفئة الفان الاختبارية خدتها فولكس فاجن
مع عربيتها اي دي باز. وبالنسبه لجائزه افضل تصميم داخلي للصالون فحصلت عليها لكزس الاس. واخيرا جائزه افضل تصميم لفئه الكروس اوفر خدتها تشيفرولي ترافرز الجديده. فيات باندا قدرت تحقق علامه تاريخيه بتتسجل في رالي باريس داكار لسنه 2017، وهو الرالي اللي بيعتبر الاكثر قسوه وصعوبه في العالم. باندا قدرت انها تقهر الصحراء رغم عدم فوزها بالرالي اللي استحوذت عليه تماما بيجو 3008 نسخه داكار، الا ان تواجد فيات عند خط النهايه كان ليه طعم مختلف، خاصه انها اول عربيه ايطاليه الصنع واول عربيه من فيات، وكمان اول عربيه متعدده الاستخدامات مشتقه من موديل قياسي تقدر تجتاز بنجاح الرالي الصعبه جدا. العربيه اللي اسمها باندا كار قدرت انها تستكمل كل مراحل الرالي ال 12 عبر 3 دول مختلفه، وهي الارجنتين، بوليفيا، وباراغواي. وهي مزوده بموتور قياسي مالتي جت سعته 2000 سي سي وقوته 180 حصان. تشيفروليه بولت الكهربائيه اخذت جائزه سياره العام في امريكا، وده من خلال المسابقه السنويه اللي بتتنظم على هامش معرض ديترويت اللي بدا الاسبوع اللي فات بعد منافسه قويه جدا مع طرازات جينيسيس جي 90 وفولفو اس 90 اللي بيتميزوا بمستوى فخامه عالي جدا. اما جائزه فئه البيك اب ففازت بيها هوندا ريدج لاين، وفي الفئه متعدده الاستخدامات فازت كرايسلر باسيفيك. ودلوقتي جه وقت فقره الكلاسيك كارز مع الهام عزت. العربيات الكلاسيك بتتصنف كذا تصنيف، في عربيات نادره لان اتعمل منها كميات قليله، وفي عربيات اتعمل منها كميات كبيره بس بقت نادره لان ما تبقاش منها كتير او مش عايش منها كتير، وفي عربيات ارتبطت باسماء مشاهير واساطير ونجوم وشخصيات هامه. النهارده معانا عربيه كانت شاهد على جزء كبير قوي من تاريخ مصر. كاديلاك فليتود، بس كاديلاك فليتود اللي معانا النهارده مختلفة عن أي فليتود ممكن نشوفها. دي اسمها بريزيدنشال ليمو أو الليموزين الرئاسية. طبعاً كاديلاك اتميزت بمحركاتها الكبيرة، بالسي سي كبير، بالعدد السلندرات الكتير، بشكلها الضخم جداً، وهي من أفخم طبعاً عربيات أمريكا ومن أفخم عربيات العالم. يمكن الملمح الرئيسي أو الأيدنتيتي بتاع كاديلاك بيبان من بوزها اللي عامل زي بوز الطيارة، ومن الجنيحة اللي في الرفارف اللي ورا. كل اللي قلناه ده مش هيفرق أي حاجة لأن الموضوع معانا النهاردة مختلف. النهاردة معانا عربية السيد رئيس الجمهورية. كاديلاك فليتود من اهم موديلات كاديلاك، ولذلك كانت هي العربيه المرشحه دايما تبقى عربيه الملوك والرؤساء في دول كتير قوي. ودي من ضمن العربيات الرئاسيه او البريزيدنشال كارز، بس دي عربيه الزعيم جمال عبد الناصر. العربيه رسميا موديل 1965، لكن الشكل للي عارف اشكال الكاديلاك الفليتود الشكل هو بتاع موديل 64، لان العربيه دي اتعملت واتبعتت تتعدل تعديلات رئاسيه. العربيه اتعملت سبتمبر 65، غيروا شكل العربيه بقى الشكل الجديد الجيل الثالث، انما دي كانت اوريدي اتعمل بيها اوردر واتبعتت عشان يتضاف عليها التعديلات الرئاسيه. ايه هي التعديلات الرئاسيه؟ اهم حاجه في التعديلات الرئاسيه كانت هي طول العربيه. العربيه طولها قرب الستة متر لان الشاسيه متعدل عشان تدي مساحه في خلفيه العربيه، وده بيتيح كمان فرصه لاضافه كنبتين صغيرين لركاب زيادة أو للحرس أو لأي استخدامات أخرى. برضو من ضمن التعديلات إن العربية متزودة باتنين تكييف منفصلين، واحد للجزء الأمامي واحد مستقل بالجزء الخلفي عشان كل واحد يقدر يشغل درجة الحرارة اللي هو عايزها. ده طبعا غير بقية اللوكجري إديشنز اللي محطوطة فيها. الفريد في العربية دي أو النادر اللي لفت نظري أنا شخصيا يعني ان العربيه دي فيها شويه كماليات زي الاوتو لايت مثلا. الاوتو لايت ده او الاضاءه الاوتوماتيك دي ما بنشوفهاش غير في عربيات فخمه يمكن من 5 6 10 سنين فاتوا، مش اكتر من كده.
لكن لما تكون كاديلاك من الخمسينات او من الستينات حطها في عربياتها، ده بيدينا انديكيشن او دليل ان كاديلاك سباقه. هي كانت سباقه على فكره في حاجات كتير قوي، الباور ستيرنج، الازاز الكهرباء، الكراسي الكهرباء، الاير كونديشننج، الاير كونديشننج المنفصل زي ما قلنا ورا وقدام. العربيه طبعا في منتهى الفخامه اللي في الدنيا، العربيه رئيس جمهوريه. والجدير بالذكر ان العربيه دي شهدت على مراسم واحتفالات وشخصيات في فترة انتقالية مهمة جدا في تاريخ مصر، ويمكن الفترة دي بتمتد جذورها لحد يومنا هذا. دي كانت فقرتنا النهاردة مع الكلاسيك كارز وسيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كاديلاك فليت وود 1965 بريزيدنشال ليمو. لاحقا، يوم خالي من السيارات في دبي، احتفالات ماكلارين بالعام الجديد، سامسونج تغزو عالم السيارات، والقبض على مسؤول من فولكس فاجن في أمريكا. حكومة مدينة دبي قررت إن يوم 5 فبراير الجاي هيكون يوم بلا عربيات، وده كبداية حملتها اللي اسمها يوم بلا مركبات، واللي بتنظمها دبي كل سنة. المبادرة بتتضمن التخلي عن استخدام العربيات الخاصة في الشوارع واستبدالها بالمواصلات العامة والعجل لمدة يوم واحد بس، كوسيلة لتشجيع الناس على استخدام وسائل النقل العام بدل وسائل النقل الخاصة، وكمان عشان تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة اللي بتسببها العربيات. فرع ماكلارين في هونغ كونغ احتفل بالسنة الجديدة بطريقة جميلة ومختلفة جدا، وهي من خلال تجمع لخمسين عربية من طرازات ماكلارين المختلفة. العربيات قطعت مسافة 35 كيلومتر في جولة حوالين مدينة هونغ كونغ قبل ما يقف في مركز هونغ كونغ للجولف عشان ياخدوا صورة جميلة للعربيات بألوانها وموديلاتها المختلفة، اللي كان من ضمنها 625C, MP4 12C, 570 GT و 57 PS و 675 LT كوبي وسبايدر. شركة سامسونج عملت بطارية جديدة مخصوصة للعربيات الكهرباء. البطارية الليثيوم آيون الجديدة بتعتبر ثورة بكل المقاييس في مجال البطاريات لعربيات الكهرباء، خاصة إنها بتساعد العربية على قطع مسافة 600 كيلومتر ومش بتحتاج غير 20 دقيقة بس عشان تتشحن بالكامل. سامسونج أكدت إن البطارية الجديدة هيبدأ طرحها في العربيات الكهرباء من أول موديلات 2020، وخصوصا لشركائها الحاليين BMW وتسلا وفورد. الأسبوع اللي فات الحكومة الأمريكية قبضت على مسؤول كبير من مجموعة فولكس فاجن الألمانية، وهو أوليفر شميت في مدينة ميامي الأمريكية، لصلته بفضيحة ديزل جيت الشهيرة اللي ما زالت تحياتها مستمرة لحد دلوقتي. ومن ناحيتها الشركة نصحت عدد كبير من مسؤوليها من السفر لأمريكا علشان ما يتعرضوش لأي مشاكل. فولكس فاجن رفضت التعليق على خبر القبض على شميت، لكن أكدت إنها بتقدم المساعدة لوزارة العدل الأمريكية للعمل على حل الأزمة، وإنها مش هتعلق على أي حاجة طالما التحقيقات لسه شغالة. المعروف إن الشركة وافقت على تسوية قيمتها 4.3 مليار دولار مع الحكومة الأمريكية، بالإضافة لاعترافها بالخطأ قانونياً عشان تحسم المشكلة نهائياً. AMG الفرع الرياضي المرسيدس بنز أعلن عن افتتاح أول صالة عرض خاصة به في العالم في العاصمة طوكيو اليابانية. قاعة العرض المستقلة بتعتبر الأولى من نوعها، لأن مرسيدس كانت بتتبع سياسة مختلفة، وهي إنها بتخصص قسم العربيات AMG الرياضية في قاعات العرض الخاصة بيها، واللي عددها حوالي 400 قسم في أكتر من 40 بلد عالمية. قاعة عرض AMG الجديدة مش هتكون الوحيدة من نوعها، لأن الشركة بتخطط إنها تفتح قاعة تانية في مدينة سيدني في أستراليا، وده هيكون خلال السنة دي. عربيتين محبوبين جداً من فئة الهاتشباك هيكونوا معنا في فقرة الكومبارزن، تعالوا نشوفهم. العربية اللي معانا النهاردة كانت معانا من كام أسبوع فاتوا، وعرفنا قد إيه إنها عربية محبوبة ومطلوبة من عدد كبير من العملاء. كانت معانا في نسختها السيدان، النهاردة في الكومباريزون هتكون معانا الكيا ريو في نسختها الهاتشباك. النهاردة هنقارن بين الكيا ريو هاتشباك والهاينداي أكسنت هاتشباك باعتبار إنها أقرب العربيات الكورية ليها، سواء من حيث السعر أو المواصفات، ولأن كمان ليهم نفس الشاسيه. تعالوا مع بعض نشوف المقارنة النهاردة هتتحسن لصالح مين فيهم.
طبعا وش العربية الكيا ريو من أكتر الحاجات المميزة جدا في تصميم العربية اللي بيعتبر مختلف عن بقية التصميمات اللي في الفئات المماثلة ليها. لو بصينا هنا على وش العربية هنلاقي مميز الفوانيس الطويلة المسحوبة على جوانب العربية، كمان شكل الشبكة الأمامية والإكسدام مميزين جدا، والعلامة الشهيرة للكيا اللي موجودة في نص العربية اللي زي ما قلنا عليها المرة اللي فاتت إنها معروفة بالتايجر نوز اللي بتدينا انعكاس للشخصية الرياضية الواضحة للعربية. وده كمان بيظهر في فتحات التهوية الموجودة في الإكسدام والفوج لايتس اللي بتضيف لجمال التصميم. أما بقى تصميم الهيونداي أكسنت الهاتشباك هو تصميم رياضي بحت، وده اللي بيميزها عن غيرها من العربيات اللي في نفس فئتها. أكسنت هاتشباك بتتميز بفوانيسها المعروفة اللي بتخليك تتعرف عليها من أول نظرة، وكمان تصميم الشبكة والكبوت وفتحات التهوية وطبعاً الفوانيس الخلفية المميزة. كل العناصر دي بتعكس الشخصية الرياضية المعروفة الأكسنت. على مستوى الأبعاد طول ريو هاتشباك 4.4 متر، أما طول أكسنت هاتشباك 4.11 متر، عرض ريو 1.72 متر، أما عرض أكسنت 1.70 متر، ارتفاع ريو أكسنت 1 هو 1.45 متر، أما طول قاعدة العجلات برضو متطابق في العربيتين 2.57 متر، وزن العربية الريو طن 239 أما أكسنت طن 150، يعني العربيتين في الأبعاد قريبين جدا من بعض بفروقات بسيطة جدا. موتور الكيا ريو هاتشباك 1400 سي سي 16 سباب، وموتور الهيونداي أكسنت الهاتشباك 1600 سي سي 16 سباب. قوة موتور ريو هاتشباك 109 حصان، أما موتور الأكسنت هاتشباك قوته 125 حصان. عزم موتور ريو 138 نيوتن متر، أما عزم أكسنت 156 نيوتن متر. وبكده ريو تبقى أقل في القوة عن أكسنت، لكن ده طبعا سببه أن سعة الموتور مختلفة في العربيتين. سعة تانك البنزين في العربيتين واحدة 43 لتر. موتور ريو متصل بجير بوكس أوتوماتيك 4 سرعات، وده بيساعد العربية على سلاسة كبيرة في الأداء مع تخفيض كبير في استهلاك البنزين، بيوصل متوسطه لحوالي 5.1 لتر لكل 100 كيلو. وبرضو الموتور في أكسنت متصل بجير بوكس 4 سرعات أوتوماتيك، بيساعد العربية أنها توفر قدرة عزم كبيرة بالإضافة لتوفير كبير في استهلاك البنزين، متوسطه بيوصل ل 6.4 لتر لكل 100 كيلو، وده طبعا برضو لأن سعة الموتور أكبر. صالون الكيا ريو هاتشباك زي ما انتم شايفين بيتميز بالفخامة والأناقة، وكمان في تنوع في المكونات الموجودة في العربية، وفعلا شكلها مختلف جدا في فئتها، حتى شكل مفاتيح التحكم مختلف جدا، وبيبان حرص الشركة الشديد في الاهتمام بأدق تفاصيل التصميم والجودة العالية للمكونات علشان توفر أعلى مستويات المتعة والراحة لكل الركاب. بالنسبة لصالون الهيونداي أكسنت هاتشباك بيتميز بالطابع الرياضي والعملي جدا، وده بس مش في الشكل لكن كمان في المكونات والخامات المستخدمة في العربية، وفي تفاصيل تانية كتير زي تصميم الدركسيون والجير بوكس والكراسي وغيرها. الكيا ريو هاتشباك متوفر منها 3 فئات، الأوتوماتيك بيزك والإي إكس والهاي لاين، وطبعا كل فئة بتختلف عن التانية في التجهيزات. من أهم التجهيزات الموجودة في ريو جنود 15 أو 17 بوصة، الفوج لايتس الأمامية، مرايات الجنب الكهرباء مع الإشارات، تكييف هواء، كروز كنترول، تحكم في ارتفاع الفوانيس الأمامية، نظام الصوت مع مشغل اسطوانات، مدخل USB وAUX، بلوتوث، مساند رأس أمامية وخلفية، إزاز كهرباء أمامي وخلفي مع التحكم بلمسة واحدة، ريموت كنترول لفتح وقفل الأبواب مع سنتر لوك، كمبيوتر رحلات، باور ستيرينج، دريكسيون مالتي فانكشن. أما الهيونداي أكسنت هاتشباك فيها برضو 3 فئات، هما GL والGLSR والهايلاين إكسكلوزيف، وبرضو كل فئة تجهيزاتها بتختلف عن الفئة التانية. ومن أهم التجهيزات الموجودة في أكسنت جنود 16 بوصة، فوج لايتس أمامية، نظام صوت مع مشغل إسطوانات، مساند رأس أمامية، إزاز كهرباء أمامي وخلفي، مفتاح ريموت مع السنتر لوك، فتحة سقف اختيارية كهرباء، كمبيوتر رحلات، باور ستيرينج، دريكسيون مالتي فانكشن، ومسند يد أمامي. دلوقتي بقى هنتكلم على تجهيزات الأمان في العربيتين، وخلونا نبدأ بالكيا ريو هاتشباك. فرامل EBS، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، إيموبلايزر ضد السرقة، خاصية تثبيت كراسي الأطفال في الكنبة. أما أكسنت هاتشباك إيرباج للسواق وفرامل EBS وإيموبلايزر ضد السرقة وخاصية تثبيت كراسي الأطفال.
كده احنا قلنا تقريبا كل التفاصيل عن العربيتين الكيا ريو هاتشباك والهيونداي اكسنت هاتشباك. تعالوا الخص لكم اهم النقط الاساسيه في نقط بسيطه. على مستوى الشكل الخارجي واضح ان كل عربيه ليها المميزات اللي بتخليها مختلفه وجذابه لعدد كبير من العملاء. وعلى مستوى استهلاك البنزين العربيتين مميزين جدا، لكن طبعا استهلاك ريو اقل، وده سببه طبعا ان حجم موتورها اصغر من اكسنت. اما لو اتكلمنا عن مراكز الخدمه هنلاقي ان ريو بتحظى بدعم من شركه EIT وكيل علامه كيا في مصر، وهيونداي اكسنت كمان بتحظى بدعم وكيل قوي جدا هو مجموعه جي بي غبور اوتو وكيل علامه هيونداي في مصر. واخيرا على مستوى السعر هنلاقي ان سعر ريو في كل فئاتها اعلى من الفئات المتوفره لاكسنت ار في. لاحقاً فيراري جاستن بيبر للبيع، سيارة باتمان من مكعبات الليجو، الكاوبوي يصطاد من سيارة، وترامب يشكر فورد وفيات كرايزلر. جاستن بيبر عرض عربيته المميزة فيراري 458 إيطاليا للبيع، وده في مزاد باريت جاكسون في أريزونا واللي بدأ الأسبوع ده وهينتهي بكرة. العربية اشتراها جاستن بيبر سنة 2011 ومجهزة بتعديلات خاصة مش موجودة في أي عربية تانية من نفس الموديل. ورغم أنها تعرضت لحادثة بسيطة في الجزء الخلفي، لكن طبعا من المتوقع أنها تتباع بسعر خيالي لأنها عربية جاستن بيبر. شيفورلي، ليجو ومجموعة من الطلاب في أمريكا قدموا أول عربية بات موبيل معمولة من مكعبات ليجو بحجمها الطبيعي. العربية اللي اتعرضت في معرض ديترويت اللي فات شدت انتباه كل زوار المعرض، واتعملت باستخدام 344,187 قطعة مكعبات ب 17 لون مختلف، واستغرق تصميمها 222 ساعة، وتركبت في 1833 ساعة. شركة شيفورليه استفادت كمان من العربية الجديدة، وعملت حملة إعلانية جديدة استخدمتها فيها، اسمها Real People Not Actors، أو ناس عادية مش ممثلين. Hi guys, thanks for coming today. So, Chevy invited you to this focus group to ask you what kind of person you think would drive their all-new Lego Batmobile. Well, it's all black. Probably someone with self-esteem issues? What? Yeah, screams loner to me. Does it? I'd go a different way with it. I bet he's super outgoing and really popular. Judging by these rocket launchers, this person's kind of defensive. Defensive? I am not defensive. You're defensive. I mean, you're bad at reading people. Cowboy Emery قدر ان هو يعمل حاجه غريبه جدا، مسك تور صغير هرب على الطريق السريع، لكن مش زي ما بنشوف في الافلام على حصان، لا على كبوت عربيه شرطه. الواقعه اللي انتشر الفيديو بتاعها على مواقع التواصل حصلت في ولايه تينيسي الامريكيه، لما الشرطه في الولايه جالها بلاغ ان في تور بيمشي على الطريق السريع، ولما فشلت كل المحاولات ان هم يمسكوه عشان يرجعوه المزرعه بتاعته قرروا ان هم يستعينوا بكاوبوي متخصص علشان يقدر يمسكه. دونالد ترامب هدد تويوتا الأسبوع اللي فات وعدد تاني من شركات العربيات اللي بتخطط إنها تتوسع خارج الولايات المتحدة وخصوصاً المكسيك. الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الأسبوع ده نشر تغريدة على صفحته الخاصة على تويتر شكر فيها فورد اللي أعلنت عن توسعات جديدة في ولاية ميتشيغان بدل ما تبني مصنع جديد في المكسيك، وشكر كمان شركة فيات كرايسلر اللي قررت تستثمر مليار دولار في مصانعها في ميتشيغان وأوهايو. المعروف أن ترامب قال أن الشركات اللي هتنتج بره أمريكا وخصوصاً في المكسيك هتتحمل ضرائب حدودية كبيرة جداً، خاصة أنها بتقلل حجم العمالة الأمريكية وبتستعين بالعمالة في أماكن تكلفها أقل زي المكسيك. 128 دولار غرامة دفعها راجل في ولاية ميتشيغان الأمريكية عشان قرر أن هو يسخن عربيته. نيك تايلر ساب عربيته دايرة قدام بيت صاحبته عشان تتسخن قبل ما يمشي بيها وعلشان ما يتعبش من المشي بيها في البرد، ورجع بعد دقايق عشان يلاقي المخالفة محطوطة على عربيته، والسبب هو إن قانون الولاية بيقول إن ترك العربية دايرة والمفتاح فيها ممنوع وبيعرض حياة الناس للخطر. الشرطة أكدت إنها عارفة إن في ناس كتيرة في الولاية بتشتكي من المخالفة دي خاصة في الشتاء، لكنهم لازم يطبقوا القانون. 160 كيلومتر في الساعة رقم يعتبر عادي جدا بالنسبة لأي عربية، لكن بالنسبة لعربيات الـ RC أو الريموت كنترول ده رقم كبير جدا. اتنين من هواة التصوير المعروفين واللي ليهم قناة خاصة على يوتيوب اسمها The Slow Mo Guy بيعملوا فيديوهات لحاجات مختلفة بالتصوير البطيء، قرروا ان هما يستعينوا بعربية من العربيات دي واللي اسمها Traxxas XO1
عشان يعملوا لها فيديو مميز جدا وهي بتجري على سرعات عالية بالتصوير البطيء. ودي كانت النتيجة. دلوقتي تعالوا نعرف تاريخ شركة مازدا. شركة مازدا اليابانية تأسست سنة 1920 على إيد تيجيرو ماتسودا في مدينة هيروشيما. اسم الشركة في البداية كان تويو كورك كوجيو، وتغير سنة 1927 لتويو كوجيو. الشركة تخصصت عند نشأتها في صناعة المعدات الصناعية، واللي منها تحولت لاحقاً لصناعة العربيات مع إنتاج عربيتها الأولى مازدا جو سنة 1931. الشركة كمان أنتجت أسلحة للجيش الياباني في فترة الحرب العالمية الثانية. ورغم أنها فضلت لفترة طويلة بتنتج عربياتها تحت اسم مازدا، لكن مغيرتش اسمها إلا في سنة 1984. اسم مازدا كان مستوحى من أهورا مازدا، رمز الحكمة والوحدة عند اليابانيين. مازدا كمان غيرت شعارها 4 مرات قبل ما تستقر على التصميم اللي موجود حالياً، واللي تصمم سنة 1997، وبيمثل الحرف الأول من اسم الشركة M، مرسوم بطريقة جمالية شبيهة بإيدين ممدودين ومرفوعين ناحية السماء في دلالة على التطلع للمستقبل. الشركة تعرضت لأزمة مالية كبيرة جداً سنة 1960، اضطرتها للدخول في شراكة مع فورد الأمريكية، واللي نتج عنها إطلاق عدد من المشاريع المشتركة، ومن أهمها توسع مازدا خارج اليابان بداية من كندا، وأطلقت عربيتها مازدا كندا سنة 1968، ومن بعدها دخلت السوق الأمريكي سنة 1970. الشركة كمان خلال الفترة دي بدأت تركز على صناعات العربيات الخفيفة والرياضية، وانفردت باستخدام مواتير وانكل الدائرية نسبة لمخترعها الألماني فيليكس وانكل. وحاليا مازدا بتعتبر الشركة الوحيدة اللي بتصنع مواتير الطواحين الدائرية أو الروتري انجنز في عربياتها. الشركة مع تعاونها مع فورد قدرت إنها تقدم إبداعات كتيرة جدا، وتوسعت في دول تانية ووصلت لأوروبا أفريقيا وآسيا، ونمت مبيعاتها بشكل كبير. وفي سنة 1997 مازدا تعرضت لأزمة تانية مع الأزمة المالية اللي ضربت آسيا، وتعرضت لخسائر كتيرة اضطرتها لبيع 33.9% من أصولها لشركة فورد وإعادة هيكلة الشركة. لكن في سنة 2000 مازدا قدرت ترجع بقوة مرة تانية وتخرج من كبوتها، وأطلقت حملة ترويجية شعارها زوم زوم اللي حققت نجاح عالمي وخصوصاً في أمريكا الشمالية. وفي 2008 الشركة كانت هتتعرض لنفس سيناريو الأزمات بعد الأزمة المالية العالمية اللي أثرت على شركات العربيات بشكل واضح، لكن المرة دي فورد كانت أكثر تأثراً بالأزمة زي غيرها من الشركات الأمريكية، وده اضطرها لبيع جزء من أصولها مرة تانية لمازدا اللي استعادت 6.8% من أسهم فورد. مازدا حالياً بتسعى بقوة لتطوير موديلات جديدة صديقة للبيئة، وحطت خطة طموحة لتصنيع 30% من قطع غيارها باستخدام مواد حيوية غير ملوثة للبيئة. مع سنة 2007 مازدا صنعت حوالي 1.3 مليون عربية، تم تصنيع الجزء الأكبر منها في مصنع الشركة في اليابان. وفي سنة 2011 احتلت المركز الـ15 من ضمن أكبر مصنعي السيارات في العالم. تعالوا نشوف مين معنا في الركنة الأسبوع ده. الحفر والنقر اللي مالية الشوارع بقت ظاهرة منتشرة جداً، وحتى الطرق السريعة والرئيسية والكباري ما بقتش بتسلم منها. وللأسف الغريب إن أغلب الحفر دي بيكون سببها تصليحات وإنشاءات، يعني عشان نصلح حاجة نبوظ حاجات تانية. الحقيقة حرام المجهود الكبير اللي بتبذله الدولة في شبكة الطرق حالياً يضيع بسبب إهمال بعض الناس اللي مش قادرة تكمل شغلها مظبوط. ده طبعاً غير هدر الاستثمارات اللي بتتم وتضييع الوقت في إعادة تصليح طرق أغلبها للأسف لسه خلصان أو معمول له صيانة. لازم يكون في محاسبة للناس اللي بتضيع مجهود واضح بيتبذل علشان تكوين شبكة طرق متكاملة ومحترمة. وعلشان كده الظاهرة دي كان لازم تكون معانا النهاردة ركنة غلط. ابعتوا لنا أي أسئلة تخص العربيات على صفحتنا على فيسبوك وإحنا هنرد عليها كل حلقة. كيرو داوود عايز يعرف تفاصيل العربية MG3 وأسعارها وهل هي متوفرة ولا لأ. العربية مش متوفرة حالياً في الأسواق المصرية، لكن إحنا عرضنا تفاصيل العربية في حلقة من الحلقات اللي فاتت. ممكن تتابعنا على قناة الجراج وتشوف العربية بكل تفاصيلها. سعد عبد الرحيم عايز مقارنة ما بين فيات سينا 2006 ودايو نوبيرا 2006. في الحقيقة إحنا ما بنعملش مقارنات للعربيات المستعملة، إحنا بنعمل مقارنات للعربيات الجديدة اللي متوفرة في السوق حالياً.
لكن بنحاول نوعدك ان احنا ممكن نخصص فقره في الحلقات الجايه نتكلم فيها عن العربيات المستعمله. اللي هيحدد حاله العربيات هو الكشف عليها في التوكيل، هيقدر يقول لك اذا كانت حاله العربيه كويسه ولا لا. محمد فولي بيسال عن مواصفات ميتسوبيشي اتراج. اتراج مش متوفره حاليا في السوق المصري، لكنها عربيه اقتصاديه وحجمها مميز جدا. محمد شحاته عايز يعرف ايه افضل، نيسان كاشكاي ولا رينو داستر؟ محمد احنا عرضنا العربيتين في الحلقه اللي فاتت على طول، تقدر تتفرج عليها عشان تعرف كل التفاصيل. مازن خليل عايز مقارنه ما بين شيري تيجو وفولكس فاجن تيجوان. مازن العربيتين ما ينفعش نقارنهم ببعض خالص، الاسعار ما بينهم متفاوته جدا، وفي نفس الوقت دي فئه ودي فئه تانيه، ولكن احنا عرضنا كل عربيه مقارنه ليها مع عربيه تانيه من نفس الفئه في الحلقات اللي فاتت. ابعتوا لنا اي سؤال عايزين تعرفوا اجابته على صفحتنا على فيسبوك، ولو فاتتكم الحلقه ممكن تشوفوها على قناه الجراج على يوتيوب. مستنيينكم الجمعه الجايه، مع السلامه.